معايا الاستاذ دكتور محمود ناصف، رئيس مكون انتاج الاسمده الحيوانيه بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. ممكن نوطي التلفزيون يا فندم خالص؟ دكتور محمود، أهمية الأسمدة الحيوية في ترشيد استخدام الأسمدة الأزوتية، هل هي فعلا مجدية؟ نقرب الصورة إزاي للفلاح المصري، للمزارع البسيط اللي موجود في أرضه؟ لا، بالنسبه للاسمده الحيويه هي بتلعب دور كبير جدا في ترشيد الاسمده الازوتيه بالذات. الاسمده الحيويه ده طبعا تيجي عن طريق بكتيريا موجوده في التربه، احنا بننميها ونكسرها. البكتيريا دي الاسمده الحيويه الازوتيه بتنقسم لجزئين، في تكافليه وفي لا تكافليه، بتعيش معيشه حره في التربه. أيوة. بالنسبه للتكافليه بتبقى مع البقوليات وبتقدر توفر اسمده ازوتيه من 60 ل 80% ايوه للمحاصيل البقوليه. اما اللي هي لا تكافليه للمحاصيل زي النجليه زي القمح والحاجات الثانيه، المحاصيل الثانيه زي الذره، بتقدر توفر من 20 ل 30%. ايوه يعني بتبقى في توفير. طب المزارع يستخدمها ازاي؟ هو ممكن يكون بيستسهل ان هو يجيب الاسمده الازوتيه ويضيفها للتربه الزراعيه بتاعته. ازاي ان احنا نشجعه ونسهله العمليه ان هو يستخدم الاسمده الحيويه؟ بالنسبه للاسمده الحيويه هي بتنتج عندنا في معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه، وبتباع بتبقى بتنباع فيه صورتين حسب استخدامه، اما في كيس باودر بيبقى الاراضي الجديده الفدان بياخد كيسين، والاراضي القديمه الفدان بياخد كيس. الكيس ده بيحتوي على البكتيريا الموجوده، بتقدر بنجيبها بنخلطها مع التقاوي مع الزراعه. ده في حاله الزراعه العاديه. ممكن في حاله الري بالتنقيط او الري بالرش، ممكن لو عنده شبكه ري ممكن في الاراضي الجديده بيستخدم السائل، بيبقى 2 لتر للفدان بيحطه في الثلث الاخير من الري. طيب بالنسبه للتكلفه، التكلفه حضرتك بالنسبه الكيس ثمنه 15 جنيه. الفدان في الاراضي القديمه بياخد كيس واحد، في الاراضي الجديده بياخد كيسين. يعني هو لو جاب كيس ب 15 جنيه للفدان هيقلل بنسبه 30% من استخدامه للاسمده الازوتيه؟ ده بالنسبه بيقلل بنسبه من 60 ل 80% للمحاصيل البقوليه، وبالنسبه من 20 ل 30% للمحاصيل زي القمح. يعني احنا نقدر نقول ان في ميزه كبيره جدا وفي فرق كبير جدا ده ميزه في كبيره التكلفه. جدا، علاوه على نظافه البيئه، علاوه على بيدي غذاء صحي امن، ليه مميزات كثيره جدا، علاوه على خصوبه التربه. فعلا. دكتور محمود ناصف، رئيس مكون انتاج الاسمده الحيويه بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه، انا بشكر حضرتك.